ننصحكم بزيارة مول 360 لأن بأمانة الأجواء جدا جميلة، وهو عبارة عن دائرة، وهذه الدائرة تمثل سيستم حياة لكل واحد يبي يتسوق هنا يستمتع في كل لحظة. أجواء عائلية وهدوء ووناسة وراقي المكان، ودرجة الحرارة حلوة، الأجواء يعني جميلة. أنا كله بردانة بس الأتموسفير هنا 100%. لا حقيقة حصل الأجواء بشكل عام جميلة في مجمع 360، وحقيقة ما قصروا ويانا تحولنا هذا الموقع الجميل لوكيشن اللي حقيقة نحس باحتكاك مباشر مع الجمهور اللي موجود، وهذا شيء جميل بحد ذاته إن تشوف الجمهور متواجدين واللي قاعد يحييك، حتى الصغار السن موجودين، فهذا شيء جميل الحمد لله، ونشكرهم على نافورة نافورة تينا حلوة. شلون التفت نبي قطع النافورة. أنا ودي التفت فيعطيهم العافية. يعطيكم، بس أنت متحمس حق اللقاء الرياضي شكلك. لأن أنا طبيعتي أشجع نادي الكويت. أيوة أنا بعد اليوم يعني سمعنا إنه خلاص الدوري ياهم كباتنا، والابتسامة مو فارقتهم. أكيد. نرحب بضيوفنا. بضيوفنا. أي طبعًا نجوم نادي الكويت العميد الأستاذ أو الكابتن أحمد الصبيح حياك الله. وأيضًا النجم حسين حاكم حياك الله. وحارسنا المبدع دائما مصعب الكندري حياكم الله وتقبل طاعتكم. الله يحييكم ان شاء الله. قرقعان وقرقعان؟ قرقعتوا؟ لاي عمر وانتم تقرقعون؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، طبعا انا شاكر لكم على الاستضافه هذه، والاجواء الصراحه الرمضانيه واجواء نفس ما قلت عائليه، صحيح في برد شوي. في برد؟ لا والله او ما ادري، انا الحين اشوف القرقعان الوقت هذا اختلف عن قرقعاننا اول كنا يمكن بالشارع كله صبيان وكذي، الحين اشوفهم يعني يمكن تغيير الوقت، يمكن صار التطورات اللي صارت، التكنولوجيا اللي صارت، يمكن هذا اللي صار. بس احنا قبل يمكن ليه تقريبا يمكن 15 سنه 16 سنه احنا نقرقع، يعني ما نستحي، الحين اتوقع الكل يستحي والكل يخاف يطلع برا. بالعكس احنا كان قرقعاننا قبل كله لاي عمر؟ يعني تقريبا ل 15 16 سنه تقريبا. لا 15 سنه تقريبا ونازه. حتى انت؟ لا حسين ما قرقع؟ لا قرقعت انا بس يعني لوقت اقل يعني. يعني حقيقه يعني هي اجواء جميله للاطفال، يعني انا عندي بنت الله يخليها لي ويخلي لكم عيالكم ان شاء الله. امس كنت الحقها بالسياره، كنت خايف عليها والله. تدري الحين الزحمه يعني السكك والبيوت مش نفس قبل، قريبه من بعض والبيبان كلها مفتوحه، وهذه قليل الحين يعني صراحه اللي يفتح بابه حق القرقعان وكذي، يعني فتحرص انه تنتبه لعيالك وكذي. لكن الاجواء ودي انها تتكرر نفس ما كانت قبل، يعني قبل كل البيوت مفتوحه والكل اصلا يكون ناطق عند الباب يبي ونسك من الامهات والاباء وينسون الاطفال يعني، وكانت صراحه عاده جميله لاهل الكويت من غير اسراف ولا تبذير، كان فيها يعني محافظة على التاريخ والإرث، وأيضا كذلك إن الفرحة ترى فرحة أطفالنا ترى في الثلاث أيام هذه اللي في رمضان اللي في النص، لأن تدري الطفل يعني ما يقدر على الصيام، أو إنه يعني للآن يعني ما بلغ السن اللي يتيح لنا نقدر يصوم هذا، لكن يقدر إنه يعني نحسسه بقيمة رمضان، وإن رمضان في قيم اجتماعية وفي زين. مصعب بيتحكي مصعب يسولف على لا لا عادي، انا ما بتسالوني وايد بس قاعد اقول له بس يروح على القرقعان. الله يعطيك الصحه العافيه. طبعا يعطيكم العافيه على الاستضافه ومبارك عليكم من باقي الشهر. انا قرقعت لعمري 12 سنه. 12 سنه بس؟ 12 سنه ما شاء الله. زين قرقعان ولا تلعبون بالكره؟ يعني تلعبون كره؟ اكيد من صغر انتم كنتوا تلعبون كره. اي انا مثلا نفسي انا من 12 سنه اي بالنادي بالنادي طول عمري، بس يعني اجواء رمضانيه لها طابع خاص، تهدي شوي. اي طابع خاص، حتى بشهر رمضان يعني كنا نروح النادي نلعب كره ونلعب، يمكن حتى السكيك كنا نلعب، ولكن اجواء شهر رمضان غير حقنا احنا كصبيان، يعني يمكن نروح نطلع وايد برا، نروح نلعب حتى وبعد الفطور نلعب كره، يعني حياتنا كلها كره، تعودنا على الشيء هذا يعني. بالنسبه لك كره ولا قرقعان؟ لا انا انضميت لنادي الكويت عمري 10 سنين، ترى اول رمضان هذا بالنسبه لي على ما اذكر يعني ان اقعد بين اهلي يعني وكذا، عاده يكون يعني وقت تمرين، تفطر بعدين نصلي المغرب، يمكن المغرب العشاء والتراويح على طول النادي. الحمد لله يعني السنه هذه يمكن صدق انه حر وهذا، لكن من المزايا اللي كانت لنا احنا كلاعبين ان قعدنا مع اهلنا السنه هذه. السنه كانت يعني رحتوا غبقات ورحتوا دواوين وسويتوا علاقاتكم الاجتماعيه اكيد. اكيد هذه اول ايام نروح، يعني نروح دواوين نسلم على
كبار بالسن، نروح حق اهلنا نسلم عليهم، يعني هذه اول ايام بس. زين انا عندي سؤال استفسار بخليك بس انا يعني من اي عمر الواحد يكتشف حبه للكره؟ يعني انتم اكيد ما صرتوا ابطال كره الا كان في من داخلكم هالموضوع من عمر معين. من اي عمر تقريبا بدا هالموضوع؟ خلي مصعب عشان لا يزعل عليك. مصعب من اي عمر بدا معاك حب الكره؟ الاعمار اكيد تراجعتك انه صار في غيره فنيه على المايك. لا يعني الكره موهبه وفطره من الله سبحانه وتعالى، يعني حتى اذا كان الابهات ولا الخوال ولا العمام يعرفون ان انت عندك حس كروي وشيء راح ينتبهون لك من انت صغير، فهي يعني مثل موهبه اللي تطلع مع الانسان، يعني ما يكتشفها، راح يلقى نفسه هو من خلال هو من نفسه طفولته ان هوايته انه يلعب كره قدم او انه يشوف مباراه. لا هو الطفل صغير ما يشوف. انتم تتابعون مباريات؟ لكن نتابع، ليش ما انتم تشوفون؟ لا اقصد واحنا اطفال، احنا اطفال همنا نلعب كره بس، يعني ممكن نلعب من بعد من الساعه 4 العصر كمثال، يعني ليه تقريبا 6 7 ليه صلاه المغرب، ليه نظلم الدنيا، ليه قبل نلعب بالتراب. الله ثلاثه لعب كره؟ اي كل هذا وقت كره. فما اعتقد ان لما كبرنا صار اكثر اهتمامنا ان نطالع مباريات. حلو. اذا ما كان عندك جانب ثاني يعني تلعب نادي ولا مع فريق ولا شيء. العميد وما ادراك ما العميد. النادي الكويت، ليش سموه العميد؟ سمونا العميد؟ اقدم نادي. اقدم نادي في الكويت، احنا اول نادي تؤسس يعني في الكويت. اي سنه؟ 1960. لا اول 1960 هذا الشهر رسمي، بس احنا اعتقد انه من 1940 شيء كذي اول نادي، ثاني تسمى نادي الاهلي. الاهلي. توهقتوا بالسؤال؟ توهقتوا بالسؤال؟ لا مو توهقنا بالاسئله هذه، بس يعني المعلومه اذا عندنا بنقولها، ما نبي نقول معلومه خطا يعني. لا تعطونا مجال دش على تليفونات شيء. لا بالعكس، نادي عريق وايضا كباتن نفتخر فيهم حقيقه، اللي فيهم اللي ممثل الكرة الكويتية المحلية وأيضا الدولية من خلال المنتخب الوطني. أحمد الصبيح راضي على مستوى نادي الكويت؟ نادي الكويت إيه طبعا راضي، يعني إحنا بالكويت أهم شيء عندنا الدوري العام، إحنا الحمد لله الدوري السنة هذه حققنا ونافسنا على صعدنا دور الثمانية في كأس آسيا وما حققنا كوس، ولكن يعني كان لنا دور بالنهائيات ولله الحمد، يعني كل الأجهزة الفنية والإدارية بالكويت والإخوان اللاعبين كلهم يعني على قلب واحد، لا الحمد إحنا في نادي الكويت. أنا ممكن يعني أقول لك يعني الكل يتحمل وقت، يعني هذا الشيء في نادي الكويت، الكل وقت الفوز مستانس، وقت الخسارة هم لقانا على قلب واحد، يعني هذا الشيء اللي أحبه نادي الكويت، هو نادي اللي أنا صراحة يعني من أنا لاعب وأنا الحين طبعاً إداري عليهم أنا إيه. لا الحمد يعني ما يتغير شيء، كلنا على قلب واحد، روح واحدة، اخوان اللاعبين قاعد يساعدونا، احنا كلنا مكاتفين، حتى اخوي بالجهاز الاداري عادل عقله ومحمد الهاجري يعني على قلب واحد. عادل عقله وين الحين؟ موجود؟ موجود بس شهر رمضان مختفي. مختفي ها؟ نوجه له تحيه طبعا الكابتن عادل عقله. احد بدي اسال سؤال، ليش كل جولتي طويل؟ يعني ما يصير يعني جولتي يكون ميديوم سايز؟ ما يصير. لازم طويل. ما يصير جولتي صغير يعني. لازم طويل وعصبي صح؟ آه. ليش عصبي؟ نوعا ما حاد طباع شوي، لانه هو اللي شايف الملعب كله، هو اللاعب الوحيد اللي يشوف الملعب كله، اكيد يوجه، يشوف ساعات اخطاء من اللاعبين، اخطاء من الدفاع، شيء يوجه يعني، بس حبه للفريق، حبه للنادي. طبعا الكابتن احمد الصبيح قال كلمه حلوه، ان احنا بالفوز والخساره احنا روح واحده واسره واحده بنادي الكويت، لكن كونك انت قلت مبارك لك خليت احسن افضل حارس مرمى. نعم. تستاهل يا مصعب، لكن احيانا تكون في حركه منك ما يتقبلها الجمهور، مثلا جول دش عليك الجمهور ومحبينك ساعات ينتقدونك او يوجهون لك تهجم من خلال التواصل الاجتماعي، ياثر عليك مصعب؟ اكيد ياثر، يعني شوف حراسه المرمى يعني هي الوحيده اللي يعني يكون الحارس لازم يركز طول المباراه، يعني طول المباراه يمكن المهاجم عادي يكون تركيزه يعني مو مركز حق المباراه، ساعات يقول ساعات يضيع، بس الجولتشي الحارس المرمى اذا 90 دقيقه يعني طول المباراه مبدع وقاعد يشيل كرات، خطا واحد اخر كره يعني راح يصير كل شيء عكسي عليه، خطا اللي لا يغتفر، كل شيء اي إيه. بس اللوم كله عليك، كله علي، عشان كذي طويل تحمل. لا ومصعب بعد ترى النادي ومعسكرات صاحب مغالب، يسوي فينا مغالب ما نستغني عنه اصلا.
مقالب وعصبي. لا مو عصبي. والله يقول عصبي. لا مو عصبيين الحراس، حراس مجانين. فرق يعني فرق، ترى مجنون الحارس. يعني اجواء غير، قبل المباراه مركز، وحتى بالتمرين يزعل اذا الواحد بيتغشوا معاه. يعني تدري المقالب تصير بين اللاعبين، دائما الحارس يعني عليه حمل كبير. ضغوطات اللعبه تحتم عليه انه تكون شخصيته كذي، اتوقع يعني يكون يقظ، حساس، مترقب. هذه الضغوطات تكون على الجولتي، لانه بالنهايه هو راح يتحمل المسؤوليه اللي ملقاه على عاتقه، اللي هو الهدف. فلازم تكون شخصيته كذي. اكيد الحارس مرمى كذي، ترى حتى اللاعب هم محاسب، يحاسبونه في جمهور، في جهاز فني، في جهاز هم يحاسبونه، ولكن بس الحارس اخف لانه يلعب كفريق. نعم، لان المهاجم يضيع بس الجولتي اذا اخطا ورا مصيبه. حلو، غلطة الشاطر بألف. أيوة. وانت الشاطر، دير بالك يا مصعب. لا ما شاء الله صراحة مصعب يعني من الحراس اللي يشار لهم بالبنان، وتستاهل انك تكون افضل حارس مرمى حقيقة بإشادة الكل، يعني سواء محبينك ولا الغير يشهدون فيك حقيقة. هذا قاعد نسمعه احنا من خلال تواصلنا مع الناس. لكن السؤال حق حسين حاكم، حياك الله، مبتسم يا سبنات. السؤال انا حاسس توهقني. لا لا ان شاء الله. اللاعب الكويتي أو الكرة الكويتية، الرياضة الكويتية بشكل عام، شو اللي ينقصها؟ أصلاً الرياضة الكويتية كل شيء ينقصها. كل شيء ينقصها. شنو عندنا أصلاً إحنا؟ يعني تو الأخت تكلمت عن الضغوطات، إحنا نتحمل ضغوطات وما في شيء مردود لنا يخلينا شوي يعني نحس إن التعب والجهد اللي بذلناه يستحق المردود اللي راح يجينا. يعني أنا دائماً وهذه كذا مرة عدتها، يعني أنا مرة قاعد كأس الخليج مع حارس منتخب السعودية، الله يرزقه ويزيده ويزيدهم جميعا، يعني قاعد تكلم يعني قاعد تكلم ليش تستربحون على بطولة كأس الخليج، ما شاء الله ماخذينها عدد مرات كثيرة وكذي. فقلنا انه يطلع لنا مثلا غيرنا يعني نسعد الشعب الكويتي والجماهير الكويتية انه ممكن يطلع لنا مكافأة محترمة. قال انا راتبي الشهري والله يرزقه ويزيده 34,000 دينار. احنا يمكن اذا هذا وين؟ السعودية. السعودية حارس مش مهاجم، مش لاعب نص، مش مدافع، فالله يرزق ويزيده. فتخيل احنا راتبنا الشهري 400 دينار احتراف جزئي، تنزل ما تنزل انتو حظك، يعني اذا استذبح عليه الهيئه ولا اذا ما استذبح. يعني مع ان الحين في الفتره الاخيره ولله الحمد يعني نشوف الهيئه مهتمه بشيء هذا، لكن احنا نتكلم يعني انا بقولك ان شاء الله انا الحين رب اسره وعندي بنت ومسؤول عن اسره ومسؤول عن عائله يعني كبيره وكذي اللي هي الوالده والاخوان وهذا. فتخيل انا يمكن بالاسبوع اطلع معسكرين مع النادي، يعني مثلا خميس جمعه سبت معسكر، واذا حاشتنا اسيويه بطوله هم كذلك نفس الشيء. انا بكسر الحاجز هذا الحده وبسالكم سؤال، لو القادسيه والعربي يلعبون انتم من تشجعون؟ احنا نشجع الكويت. بطل الدوري. بطل الدوري. انا ودي اعرف هالسؤال يعني البلاغ. حتى القادسيه مع الديربي، حتى العربي كان السنه الطابق معانا احنا ديربي. احنا يمكن اخر 12 سنه نهائي اكل الكويت والقادسيه. صح. اي اوكي. ولكن يعني احنا اذا في فريق مثل عربي ولا القادسيه لعبوا احنا يعني شجع مصلحتنا بعدين. اي شجع يعني طالع بس مباريات، طالع مباريات. يعني اذا كان المنافس قوي ما تشجعونه؟ لا نشجع مصلحتنا، يعني سنه طافت العربي القادسيه كان العربي اقرب للدوري من القادسيه. ايه فالمباراه اللي صارت بيننا شجعنا القادسيه بكل امانه يعني. زين، في علاقه وديه بينكم وبين بقيه الوعيب من النوادي الاخرى؟ ايه. أخوي موجود. شوف كل اللي يعني يثار في التواصل الاجتماعي وفي الإعلام ومرات حتى في المعسكرات تواصل إنه في خلاف وشيء مو صحيح، يعني إخوانه على درجة كبيرة جدا، يعني يمكن علاقتنا فيهم أقوى من علاقتنا باللاعبين. إخوانه بالملعب ذبحة. ها لازم حلاوة الكرة كذي يعني. حلو. هذه الكرة الغداء. حلو، إحنا بنتوقف ونريحكم شوي وراح نكمل وياكم، ولكن عندنا مسابقة. عندنا مسابقة عن منطقة شعب. يعني ما راح اسالك هالسؤال عشان انا سمعت انك انت قمت تقول ان انا قاعد اتحداك بالاسئله. فتوهقيني دائما. فانا بخفف عليك هالمره. بخفف عليك وبنخلي السؤال حق الجمهور. بس خليني اقول لك شغله، اللاعبين نسال اللاعبين. اسال اللاعبين خلنا واحد. هو بيوهقكم عيل. انا نيت صافيه من ناحيتكم. احمد الصبيح لاعب جميل، منطقه الشعب ليش سموها الشعب؟ ما اعرف قول ما اعرف. شعب شلون؟ منطقة الشعب، ليش سموها الشعب؟ والله اعترف قول ما اعرف. ما اعرف. حسين على طول؟ على طول. ايه مصعب؟ والله ما ادري. يمكن المنطقة الوحيدة اللي تشبعت يعني. راح نعرف وياكم مع مشاهدينا ليش سموها منطقة الشعب، فاصل وراجعين لكم مع كباتن من نادي الكويت.
ايش رايكم انا مسويته ترى؟ لذيذة؟ لذيذة وايد. لا والله مو انا مسويته. صدق انت؟ والله على بالي انت. لا والله مو انا اللي مسويته. ما شاء الله بس لذيذ. حسين تفضل. عند سام قبلي. انا؟ اكيد. عادي. بس انت اكلت عني وعنك الحين. بالعافية. كذي؟ بالعافية. لا بس انا ودي اسال سؤال قل يعني شلون سيستم حياتكم؟ هل لازم ما تاكلون؟ هل على طول رجيم؟ يعني مو متعب هالموضوع بالنسبة لكم؟ على طول رجيم صح؟ لا انا لو شنو اكل ما امر. تاكل عادي. اكل كل شيء ما امر. على حسب جسم الانسان يعني. ايه. بس مو صعب ما شاء الله يعني عادي، في لاعبين يعني صعب يعني يزيد وزنهم يبي له كنترول يعني. ايه. بس ما اعتقد يعني احنا باجوانا الحارة واحنا نادي الكويت بشكل عام تتهم معسكراتنا ها؟ ما في مجال ان واحد يسوي دايت اصلا يعني بالكويت. مصعب انت تسوي رجيم؟ انا اتوقع اعصابك تحرق يعني بدون ما تسوي رجيم. بس عشان تجيب بعد يختلف. لا اكيد دائما العصبي تلقى اكيد تفكير وش اسمه التفكير. ايه لا في بس برمضان ما تكسرون هالقاعده ان تخربون برمضان يعني. انا انا عادي اكل كل الكابتن يزفكم اكيد. لا ما له شغل هو جانب اداري مش فني. الحين مصعب مره صار وياي بغرفه اذكر بدبي. وين هذا؟ وياك بغرفه معسكر. اي بدبي يومين انا ماسك نفسي ما ياكل ولا شيء ولا شيء ياكل شيء تنسوي كذي كان كل ما ياكل شيء اروح هو تعبان مريض ما ياكل شيء انا يجي قدامه اكل عرفت حاصل هذا. لا مصعب عندي سؤال بس الحين اذا عندك تمرين اوكي انت قاعد تمارس رياضه لكن في حال ما عندك تمرين تمارس رياضه شلون في حال ما عندك تمرين او دوري او موسم رياضي إجازة تمارس رياضة تحرص على لياقتك ولا؟ ساعات أروح نادي حديد بلاتينيوم ألعب أطقطق شوي كذي بالنادي أمشي شوية ألعب شوي حديد. حسين ما لعب. مارسون نوع ثاني من الرياضة. لا حسين 24 ساعة بالنادي. حسين حياته كلها تمرين. لازم إن شاء الله. لازم. وكابتن لازم. إذا ممكن تمارسون رياضة ثانية يعني غير الكرة؟ لازم اللاعب يمارس رياضة ثانية. لازم؟ لازم. ليش؟ لأن يعني اذا بس تلعب كره راح يصير نفس عندك اكتفاء يعني انت تحتاج تكسر هذا الروتين يعني فلازم تلعب رياضة ثانيه. احنا مرات بوقت وقت الراحه حتى مباراه ما بشوف حتى التلفزيون لان صار عندي بعدين يعني الواحد يمل يمكن مرات يعني حتى الكره بالتلفزيون ما بشوف. انت كونك اداري عليهم اكيد في بعض التوجيهات اللي انت تكون حريص انك توجهها لهم كونهم لاعبين مسؤولين عن مباراة قادمة دورياي فأكيد عندك بعض التوجيهات. نعم. شنو أبرز هذه التوجيهات وهل هم مطيعين؟ نعم الأمانة يعني الأمانة في لاعبين إحنا في لاعبين خبرة عند الفريق وفي لاعبين الشباب الصغار يعني لا الحمد لله الكل يعني الحمد لله ماشيين على سيستم واحد إن انضباط ترى حتى بالأكل يعني حتى بالمعسكرات الداخلية والخارجية نتابع أكلهم يعني شلون يكون منظم يعني أكثر شيء النوم. احنا انا كاداري ادقق عليهم بالنوم ريحوا مصعب اي للصبح اي وقت الغداء ايش اقول لك؟ يقول ذكرني بابوي بالبيت. حلو يعني هذا الشغلات الانضباط بالوقت التايم يعني هذا اهم شيء عندي بالفريق. مصعب خذيت يعني افضل لقب افضل حارس مرمى بالكويت عدل؟ ثلاث سنوات ورا بعض تستاهل. شنو افضل يعني بوجهة نظرك افضل مباراة قدمتها كحارس مرمى هالموسم؟ هالموسم في كم مباراة يعني عند لعب مباراتنا مع العربي مباراتنا مع الشرطة العراقي دور 16 بطولة الآسيوية يعني في كذا مباراة حسيت انك بدعت فيها. اي خاصة مباراة العربي لان كانت حساسة شوية لازم يعني طلب تركيز عالي لأنك هذه مباراة تقريبا مباراة الدوري يا أنك تفوز وتكمل على الدوري يا أنك تعاد أو تخسر خلاص يعني نبتعد عن المنافسة والحمد لله حققنا فيها الفوز والله كتب لنا الدوري الحمد لله. أنزل إيش كثر كل واحد فيكم يلوم نفسه على الأخطاء يعني أكيد لما تكون عندكم مسؤولية إيش كثر تلومون نفسكم على أخطائكم إذا كانت يعني أكيد في تفاوت بالإحساس ما بين لاعب يأنب نفسه على خطأ سواه وما بين لاعب خلاص مباراة وانتهت الكرة فأكيد في التأنيب هذا اللي بعد المباراة والفيلينج اللي الواحد يحسه بالحزن أو بالفرح. طبعا الواحد إذا ما قدم شيء المباراة هو بعد المباراة حاسس إن شيء مو مقدم
وفي في بلحظة المباراة يمكن في تصير أمور من لاعب، ولكن في لاعبين 11 لاعب داخل الملعب العشرة يشجعونه، يعني يخلونا يعني ما عليه المباراة تقول أو المباراة لا يعني تلعب عدل، يعني هذه شغلة موجودة في كرة القدم. أي مباراة في واحد عنده أخطاء، في واحد اليوم واحد بدأ، في واحد لا أقل منه مستوى، يعني المباراة لا يتشجع واللاعبين هم دورك أنت ككابتن تشجع، تحس أن هذا لاعب لا حماسه ممكن يؤدي، اكيد تلتمس هالمواضيع. نعم هذه مثال في لاعبين مثال اشوفهم من اول ما اشوفهم اقول هذا مركز المباراة، مثل حسين اعرف شنو يسوي قبل المباراه، مصعب اعرف وين يقعد مكانه في مكان معين، مصعب يقعد فيه اعرف انه مركز، مصعب اليوم مركز او معصب. معصب لا هذا اذا مصعب اذا صارت مره، لا هو مره اللي صارت معاه خلاص الفريق الهندي بالهند، ها مثلا بالهند ويوم كل المذيعين والكاميرات يسوون وياه، قال شو اقول؟ ما يعرف. لا بس تكلمت الحمد لله. شو قلت؟ تكلمت عادي اللغه اللي تكلمت ويانا باللقاء، مرة تجي تتكلم نبي نطلع اللي بجعبتك كلها. عندي تكلم لغه هو. انا ساعات لما احنا نسافر برا اوروبا ولا شيء عندي كم لغه اتكلمها حق اللاعبين، ساعات اروح مطعم انا اطلب لهم، نروح مكان ما يعرفون يسولفون، يعني عندي كذا لغه. حلو بس بالهند انت الحين ما شاء الله نجم في نادي الكويت ونجم كويتي، شلون تعامل اداره نادي الكويت الرياضي معك كنجم بصراحه؟ تعامل اداره النادي بالعكس تعامل احترافي، يعني الاداره خصوصا اداره نادي الكويت ما تقصر مع اي لاعب، يعني تقدم كل سبل الراحه يعني، والحمد لله عشان شي قاعد نأدي وننجز. مضايق من جمهور الكويتي جمهور العميد؟ لا والله. اذا يعاتبونك شيء من خلال مواقع التواصل الاجتماعي؟ لا بالعكس، يعني ساعات لما يعاتبوني تكون يعني من مصلحتي، يعني يفتحون عيني على شغلات مثلا انا ما كنت منتبه لها، كنت بالمباراه اليوم مثلا مو مركز. بالعكس بالعكس انت يعني صراحه انت وزملائك في نادي الكويت نفتخر فيكم حقيقه، قدمتوا نموذج رائع للكره الكويتيه المحليه، وايضا في من زملائك من قدم ومثل الكويت في المنتخب الوطني، نتمنى احنا نشوف مستوى الكرة الكويتية يكون أحسن وأحسن وأحسن بجهودكم وجهود رؤساء الاتحاد وأيضا الاتحاد الكويتي، فقواكم الله. الله يقويك. مستانس وياكم أنا حقيقة. بس أنا عندي سؤال سأليني إياه، يبوني أسألك السؤال هذا. سألني أنا؟ أسألك أنا. قالوا لي شباب لازم أسألك. تفضل. أبي كم مرة حصل نادي الكويت على بطولة الدوري؟ نادي الكويت؟ نادي الكويت. أنا قد ساوي. ما يخالف قول لنا. ما أدري والله. انا معطيني جائزه 11 مره تدري عاد كم 11 مره 11 مره اه ده لايك وهكني احمد لايك وهكني لا اكثر هلا 12 مره 12 مره يعني درزن ما شاء الله في معجنات هني فدرزن هذا انت مسويته طبعا انت مسويته طبعا انا مسويته لا والله لو انا مسويته كان قلت بس يعني يا ريت ان انا مسويته انا وايد لذيذ الله يبارك أقول لك شيء؟ والله وهقني بالسؤال. وهقك؟ إيه لا قال لك 12. 11 لا والمشكلة أحمد على بنا بيساعدني قاعد يشيل. لا أنا في واحد قديم ناسي. هو بعد وهقكم مساع. وما قصر مصعب بعد. ترى أنا ساعدتني حصة بالإجابة عليك بس ما راح أجاوب علمتني إياها. أوكي عرفنا يمكن الإجابة مع. بس هو دائما يقولوا لك خاف من الساكت. لا تخاف من اللي يتكلم. مصعب عطاك لا ما قالوا لي والله خلينا نشوف حسين يعطيك العافيه حسين منتخب الكويت الوطني كم مره اخذ كاس الخليج الكويت منتخب الكويت هذا 10 مرات اكيد ان شاء الله ايش رايك احمد والله مو متاكد ممكن 10 مرات 10 مرات كاس خليج 10 مرات شاطر حسين لا كاس خليج من ما يعرف الخليج كله حافظ ان الكويت ما اخذ 10 مرات لا ولا زلنا متصدرين صح؟ متصدرين فرق كبير يعني الثاني السعوديه المملكه العربيه السعوديه العراق لا الثاني السعوديه اربع بطولات السعوديه عقبنا بعدين العراق بعد اربع بطولات هذا في موقف صار بيني وبين لاعب سعودي في مباراه كاس خليج 17 بقطر لعبنا ضد السعوديه كان ياسر انا ما اخر لاعب في الكورنر كان يمي ياسر القحطاني 1-0 حق السعوديه قال لي احنا بكاس الخليج شيء ازرق نخاف منه هو الكلام هذا ايوه صح صار فاول حق مساعد ندى مساعد ندى قوضها قال لي ايش رايك احنا 1-1 انتم ما لكم امان اخر دقيقه المباراه حطينا الجول الثاني قال لي الفندق شافني قال لي قلت لك شيء ازرق احنا نخاف منه اكيد اكيد
الخطة القادمة لنادي الكويت كونك إداري، في احتراف، في محترفين راح يكونون موجودين بنادي الكويت ولا؟ احنا مع القانون، عطنا شيء حصري. احنا اتحاد كل سنة ينزل لنا قانون جديد، طبعا كانوا 4 محترفين خلوهم الحين 3، واحنا عندنا محترفين، احنا كل سنة نجيب 4 محترفين يعني. الحين لله الحمد عندنا محترفين موجودين اسمائهم، اخذنا مهاجم من الجهرة، مهاجم ممتاز برازيلي تميز في السرعة، تميز في المهارة، ضمننا نادي الكويت وان شاء الله الموسم يعني نقدم مستوى وياهم في دوري مرة ان شاء الله يا رب. باذن الله باذن الله ان شاء الله. أمانة انتم مفخرة وين ما تكونون، والكويتي غير، وننطر منكم البطولات والمزيد والمزيد. ما نشرح ونعاتب اي حارس مرمى او لاعب الا من حبنا لهالمنتخب، وننطر منه انه يكون فوق، صح؟ ان شاء الله. ولا تزعلون منا اذا شرحنا عليكم. لا بالعكس والله، الله يوفقكم يا رب ومنا الاعلى. طبعا انا احب اشكر اراسيا على الملفوف والمحلات اراسيا على الملفوف وعلى السمبوسه، ونحلو بنحل بيبي بايت يعطيهم الف عافيه. اليوم الغبقه عامره باراسيا وبيبي بايت، وانا اشكر محمد كان مرافق لي بهالحلقه. لي الشرف. لي الشرف. حلقه ممتعه من غبقه كويتيه رمضانيه، وانتم كنتوا نجوم هذه الغبقه. سعيدين تواصلكم ونتمنى. واشكر انا طبعا غدير خورشيد على الازياء، واشكر عبير على الشعر والتصميم والميك اب. مشكور عبير، ونتمنى لكم التوفيق ومجوهرات المبرقعه. مشكورين. مشكورين، نشوفكم ان شاء الله على خير.